السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة ويا دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوا ازاي اعرف ان الطيور مصابة بالديدان وازاي نقدر نعالج المشكلة دي لأن الديدان مش مشكلة بسيطة، الديدان مشكلة عويصة جدا، ممكن مع الوقت تؤدي إلى نفوق الطائر، فأنت إزاي ممكن تتعرف على المشكلة دي أصلا؟ وأي أعراض لما تظهر عندك على الطائر؟ وإيه الأسباب كمان اللي ممكن تؤدي إلى حدوث مشكلة الديدان؟ وتعالج المشكلة دي إزاي بأفضل علاج؟ ده موضوعنا النهارده، لكن قبل أي شيء أعمل لايك على الفيديو، أشترك في القناة، فعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. مبدئيا محتاجين نعرف ايه الاسباب اللي بتؤدي إيه الى حدوث الديدان تمام لو في اسهال مستمر ده بيخلي الطائر طبعا مش بيستفيد من الاكل وبيفقد السوائل والفيتامينات والاملاح من جسمه وبيصاب بالهزال تدريجيا الديدان طبعا في منها انواع كتيره ممكن تصيب معده الطائر منها الديدان الخطفيه الدسنتريا وغيرها وطبعا دي بتعيش على الغذاء المقدم للطيور وبتسبب للطائر نقص في الوزن والهزال فتلاقي على طول الطائر عنده هزال وعنده اسهال مستمر وعنده الاعراض دي كلها تمام فلو في اسهال مستمر ممكن يكون سبب وممكن يكون عرض لمشكله الديدان تمام آه برضو في بعض العوامل النفسيه اللي ممكن تخلي الطائر يعني النظام الغذائي بتاعه مش كويس عوامل يعني ايه بسبب ان هو مثلا موجود في مكان فيه صداع، موجود مكان فيه ازعاج، فتلاقيه ما بياكلش كويس او بياكل وهو مضطرب وهو خايف، وكل ده بيعمل مشاكل في الهضم وبيعمل مشاكل برضو ايه آه بعد كده ان جسم الطائر يبقى ضعيف جدا يتسبب في اسهالات، والاسهالات تجيب بعد كده ديدان. تمام آه خلي بالك من حاجه مهمه جدا ان الطائر لما بي بيخرج الفضلات بتاعته ما يكونش ليها ريحه تمام ما يكونش ليها ريحة دي برضو علامة من العلامات اللي يعني بتخلينا ناخد بالنا من الموضوع ده لان الديدان الديدان بتاخد كل الغذاء اللي موجود في الطائر او موجود في بطن الطائر ف لما بتاخده الفضلات بتاعت الطائر بتبقى ما ريحه فلازم تاخد بالك برضو ان لما الريحه بتختفي وغاز الامونيا بيختفي ده معناه ان في ددان في جسم الطائر تمام ففي حاجات كتيره ممكن تؤدي الى حدوث ايه او او تديك اشاره ان في ددان في جسم الطائر علامات كتيره بتشير الى وجود ددان انت لازم تركز فيها وتفهمها كويس وتستوعبها كويس تمام خد بالك من حاجه مهمه جدا 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 الطائر رغم ان هو الددان بتمص في دمه وبتاخد الفايده وبتاخد الاكل بتاعه تمام آه برغم كل ده بيبقى فاقد الشهيه رغم ان هو محتاج ياكل اكتر وياكل اكتر وياكل اكتر عشان خاطر ايه عشان خاطر يعوض يعوض كل الاكل اللي بيضيع منه بسبب ايه بسبب ان الددان بتاخد منه الاكل بس هو بيفقد الشهيه بقى الددان بتخليه يفقد الشهيه يخو ومش عايز ياكل ومش قادر ياكل رغم ان في ددان كتيره في جسمه بتاخد الاكل منه تمام لكن طبعا علاج مشاكل الديدان دي يعني ساعات بعض الناس بتخلط بين الديدان وبين الحشرات اللي هو يقول لك ايه يقول لك علاج الديدان هو هو علاج الحشرات وممكن نعالج الاثنين باي مطهرات اي حاجه تخلي معده الطائر نظيفه الكلام ده مش منطقي باي شكل لان انت آه الموضوع مش نظافه وبس الموضوع له علاقه بحاجات تانية غير النظافه الموضوع له علاقه بحاجات تانية غير التطهير والكلور والحاجات دي الديدان دي مشكله مرض مرض بيصيب الطائر يعني دوده بتدخل جسم الطائر تتكاثر تبقى دوده اتنين تلاته اربعه تبقى في ديدان في جسم الطائر، وايا كان بقى نوع الدوده، في ديدان من الصعب ان انت تطلعها وديدان من السهل ان انت تطلعها، في ديدان بتبقى في الجلد من بره وفي ديدان بتبقى في المعده، في ديدان بتبقى في مناطق معينه في المعده، فالديدان انواع. فانت لو عايز تبعد عن المشكله اصلا، مشكله وجود ديدان في جسم الطائر باي شكل عليك وعلى النظافه استمرار عدم النظافه هو السبب الرئيسي في حدوث مشكله الديدان السبب الرئيسي اللي هو يعني ما حاجه قبل موضوع النظافه او ما حاجه قبل موضوع التلوث التلوث هو السبب الرئيسي في حدوث مشكله الديدان ولازم لازم 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 انت تعمل ايه لازم تستخدم كل السبل وكل الطرق اللي تساعدك في وقايه الطائر من اي ملوثات اي ملوثات، اي حاجة كده ايه آه، تخلي جسم الطائر مثلا ايه آه، في آه، مشكلة، في قلة نظافة، في قذرات في تلوث، بياكل سموم، مش عارف ايه الكلام ده كله، لأن في وسط الملوثات دي الديدان بتتواجد وممكن تعمل مشاكل كبيرة جدا 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 بالنسبة للطيور بتاعتنا. طيب، لو عايزين نعالج مشكلة الديدان، أول حاجة نعملها نهتم بالنظام الغذائي ونهتم بتقديم الخضروات، الخضروات النظيفة خد بالك الخضروات النظيفه قبل ما اقول لك العلاج خلي لك خلي بقى معايا في الطرق والاساليب قبل ما اقول لك العلاج في خضروات نظيفه تمام يعني تغسل الخضروات كويس حلو آه تتاكد وتطمن ما فيهاش مبيدات حشريه تتاكد وتطمن ان هي مش مرضانه خد بالك لان خضرات المرضانا بيبقى فيها ديدان لو دخلت جسم الطائر ممكن تتكاثر عادي وما تموتش تعيش وتكبر وتولد وتت... وتك... وتكتر فانت لازم تاخد بالك من التفاصيل دي كلها تمام آه تهتم بقى ايه بتقديم عناصر غذائيه مختلفه واملاح معدنيه وفيتامينات علشان تقوي مناعه الطائر وصحه الطائر ضد كل المعوقات دي فتاخد ايه بقى من الطائر تاخد فايده كبيره جدا تاخد صحه كبيره جدا تاخد مناعه كبيره جدا ضد كل الأضرار اللي ممكن تصيب الطائر بتاعك. طيب، دلوقتي أنت عملت كل الإحترازات، تعالى بقى أقول لك على العلاج، تمام؟ في دواء اسمه بندكس. بندكس ده دواء شرب بتضيف منه نص سنتي على السقاية الصغيرة على مية نظيفة لمدة يومين متتاليين. تمام؟ لو ما عرفتش تتحصل على المحلول منه ممكن تستخدم الأقراص اللي هي تركيز 200 مللي جرام. تمام باستخدام نص قرص انا اقوم بطحنه وخلطه بمية السقاية الصغيرة برضو لمدة يومين متتاليين حلو نقول تاني العلاج علشان الناس ما تكتب لان في ناس بتكتب ورانا علاج الديدان عند الطيور دواء اسمه بندكس بندكس ده دواء شرب وفي منه دواء اقراص لو شرب فهتضيف نص سنتي منه على السقايه الصغيره لمده يومين متتاليين ولو ما عرفتش تجيب الشرب هتجيب الاقراص وهتجيب اللي هو تركيز 200 مللي جرام هتاخد نص قرص بس وتطحنه على مية السقاية الصغيرة برضو لمدة يومين متتاليين هل اليومين دول كافيين ان هم يحلوا مشكلة الديدان ويخلصوا الطائر من مشكلة الديدان وينظفوا معدته وجسمه من كل الحاجات دي اه اليومين دول كافيين جدا جدا لان الدواء ده قوي ومركز وفعال وسريع المفعول كمان بس طبعا عمره ما هيعمل معاك اي حاجة لو انت مش مهتم بالحاجات التانية لو انت مش مهتم بالنظام الغذائي لو انت مش مهتم بالروتين اليومي الحاجات دي انت فعلا 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 لو اهملتها واستخدمت كل ادوية العالم هتفضل مشكلة الادام برضو متواجدة في القطيع بتاعك ومع الدجاج اللي انت بتربيه تمام وده كان الموضوع بمنتهى التفصيل ما تنساش قبل ما تمشي تعمل لايك على الفيديو تشترك في القناة تفعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة والباول ونشوفك على الف خير في حلقات جديدة السلام عليكم ورحمه الله وبركاته